مرحبا، اليوم بدنا نبلش موضوع جديد اللي هو اللايت بيهيفير ان سلاب. شو اللايت بيهيفير ان سلاب؟ في عندك طريقتين لللايت بتعامل فيها كرفراكشن، كانعكاس، كانكسار. اول اشي اذا كان في عندك سلاب زي هيك، يعني زي بنحكي زي ما كنا قبل ناخد كلاس اشي سلاب، صار في عندك انكسار بعدين انكسر طلع من الجهة الثانية، هذا عبارة عن بارلل. بنسميه ليش بنسميه بارلل؟ لأنه لما تمد هذا على خط مستقيم راح يكون موازي للشعاع منعكس اللي انعكس، فسميناه بارلل. طيب شو هو الغير بارلل؟ نوت بارلل اللي هو لما يكون في عندك ايش البريزم. البريزم له محاضرة لحاله، بحيث انه لما تطلق شعاع هيك راح ينكسر فيه، راح يطلع من الجهة الثانية، بلاحظ انه غير موازي، هذا ما بوازي هذا لانه راح يتقاطع بالاخير، متقاطعين، هذا نوت بارلل. اذا نعرف شو هو البارلل ونوت بارلل، اليوم موضوعنا عن هذا الموضوع اللي هو اللايت بيهيفير ان سلاب. طيب ماشي، هسه بدنا نعرف كيف اللايت يصير عندك behavior في السلاب. خلينا نفترض انه عندنا سلاب، زي هيك لها thickness معين، لها thickness معين اللي هو ايش؟ نفترض انه thickness تبعها تي، رح ناخد احنا الاشتقاق او شكل كامل يعني بشكل عام. هذا الشعاع الساقط وهذا هو العمود المقام، هاي عبارة عن ثيتا واحد زاوية السقوط. حكينا احنا هذا ان واحد وهذا ان اثنين، وفي هاي الحالة احنا حكينا ان اثنين، احنا حكينا ان اثنين بدها تكون اكبر من ان واحد. شو يعني ان اثنين اكبر من ان واحد؟ يعني راح ينكسر قريب من عمود المقام، زي هيك. بعدين راح يرجع ينكسر مرة ثانية، وين؟ بعيد عن عمود المقام بزاوية، هذه مقدارها ثيتا اثنين. خلينا ننزل عمود المقام كامل لتحت، طالما اسمه عمود فبصنع زاوية 90 درجة. هون هاي ثيتا اثنين، هذه نسميها ثيتا ثلاث. أول إشي بالبيهيفير نثبت إنه ثيتا واحد بدها تساوي ثيتا ثلاث. كيف؟ أول شي راح نستخدم قانون سنيل على السطح الأول، الانترفيس الأول بين اير أو بين السطح الأول والثاني، اللي هو ان واحد ساين ثيتا واحد يساوي ان اثنين ساين ثيتا اثنين. هسا بنجعل ساين ثيتا اثنين موضوع القانون كمجاهيل، احنا نحكي عبارة عن ان اثنين على ان واحد ساين ثيتا واحد. هاي عندك المعادلة، المعادلة هاي خليها على جنب. هسا ايش راح نساوي؟ راح نستخدم كمان السنلو عن طريق الانترفيس الثاني اللي هو اللي هون. طبعا هذه زاوية السقوط احنا اثبتناها هذيك اليوم انه ثيتا اثنين هي نفس ثيتا اثنين هون، بحيث انه هذا قائم زاوية وهذا قائم زاوية، فبالتناظر او بتقدر تحكي بالتبادل او بتقدر تحكي عن طريق المتممة والهذا. فهون راح ناخد ان اثنين ساين ثيتا اثنين بده يساوي ان واحد ساين ثيتا ثلاث. ليش ان واحد؟ لانه اصلا طلع من نفس الوسط اللي فات فيه، مش زي السؤال تبع الاويل والووتر بيختلف. فهون ايش راح نعوض؟ بدل ساين ثيتا اثنين باللي طلعناه فوق، ان اثنين فيه هون، لا هون عندك
عندنا غلط هون ان واحد على ان اثنين هون. فهون عندك ان واحد على ان اثنين ساين ثيتا واحد بده يساوي ان واحد ساين ثيتا ثلاثة. هسه هون ان اثنين مع اثنين راحت، ان واحد مع ان واحد من الجهة الثانية المساواة راحت، بس عندك ساين ثيتا واحد بده يساوي ساين ثيتا ثلاث، لأن ثيتا واحد يساوي ثيتا ثلاث. هون أثبتنا إنه الزاويتين متساويات في حال إنه دخل من وسط وطلع من نفس الوسط. ماشي، هسا هون إيش رح نثبت كمان؟ رح نثبت شغلة ثانية. هون في عندك إزاحة، عمل اللايت إزاحة، المفروض إنه إيش يكمل طريقه بهذا الاتجاه، ولكن عمل إزاحة من إيش؟ بسبب ال إن اثنين معامل الانكسار الثاني، فعمل إزاحة بهاي المقدار، هذا بنخليه عمودي هيك بهاي المقدار، سميناه هذا دي. خلينا نسمي هذا هذا اللي بنسميه اسمه إيه. هسا نجد مقدار دي الإزاحة بالنسبة لثيتا اثنين وثيتا واحد، هذه الزاوية ألفا. خل نكتب الإشي اللي حكيناه هسا. حكينا ألفا هي عبارة عن الزاوية تبعت الديفيشن، أنجل أوف ديفيشن، يعني انجل ديفيشن الزاوية اللي صار فيها ازاحة فيها. طيب هسه من الملاحظة هون، هذه بتتساوي هاي بألفا مع ثيتا اثنين بالتقابل في الرأس، نفس الزاوية ولكن في الرأس، يعني لأنه الزاوية ثيتا واحد تقسمت لجزئين، واحدة ثيتا اثنين، واحدة ألفا اللي هي زاوية الإزاحة، والثانية ثيتا اثنين اللي زاوية الانكسار، نجمعهم مع بعض راح يطلع معنا ثيتا واحد. فمن الرسمة ثيتا واحد يساوي ألفا زائد ثيتا اثنين. خلينا نحط ألفا موضوع القانون، ألفا بده يساوي ثيتا واحد ناقص ثيتا اثنين، هاي خليها على جنب. طيب بس ايش ضل؟ ضل عندك بدنا نطلع دي، حكينا حسب الموجود عندنا. هسه هون رح ناخد ايش؟ رح ناخد مثلثين، مثلث هاد بالأزرق ومثلث هذا في الأحمر. خلنا ناخد أول شيء مثلث الأزرق اللي هو بهذا الشكل، مثلث قائم الزاوية بهذا الشكل. طبعا شو الإشي أنا حاطط عليه أشياء؟ هون حاطط A، هون أنا مثلث قائم الزاوية، وهذه ثيتا اثنين المعروفة، هذا طول هاد عبارة عن T اللي هو الثيكنس. تمام، هذا عبارة عن تي اللي هو الثيكنس. طيب من هذا المثلث قائم الزاوية نقدر نطلع كوساين الثيتا اثنين عشان نربط بين التي والاي، فهو نقدر نكتب كوساين ثيتا اثنين بده يساوي تي على اي. خلينا ناخد اي موضوع القانون. ليش اخذنا اي موضوع القانون؟ عشان هو مشترك بين المثلثين. راح ناخد A بده يساوي T على كوساين ثيتا اثنين، هاي خليها على جنب. هسا ايش راح ناخد؟ راح ناخد المثلث الثاني. حكينا المثلث الثاني هو عبارة عن جاي زي هيك، خليني ارسمه كمان مايل زي هيك، وهذا هو الوتر. هاي الزاوية قائمة حسب ما اخذنا عمود، وهذا دي، وهذا ايه، هاي الزاوية الفا. هون مش راح نستخدم ساين لانه هذا ما بهمنا، بهمنا مين؟ بهمنا الدي، احنا نربط بين الدي والثيتا واحد وثيتا اثنين. فهون راح ناخد ساين الفا بده يساوي دي المقابل على ايه المجاور. هون ايه راح ناخد بدالها ايش؟ تي على، او راح نحطها بدلالة ايه بده يساوي دي على ساين الفا. طب هون ايه راح نحط بدالها ايش؟ تي، هون راح نحط بدالها تي على
كوساين ثيتا اثنين يساوي دي على ساين ألفا. هسا هون راح نخلي دي موضوع القانون عشان هو بدنا احنا المقدار الديفيشن اللي طلع فيه. دي بده تساوي نضرب ضرب تبادلي، فبصير عندك تي على كوساين ثيتا اثنين في ساين الألفا، والألفا حكينا عنها من فوق هي عبارة عن ثيتا واحد ناقص ثيتا اثنين. ساين ثيتا واحد ناقص ثيتا اثنين، هذا بالنسبة لاشتقاق القانون الديفيشن. ممكن يفيدنا اشتقاق القانون، ممكن يفيدك في حل المسائل، ممكن يجيب لك سؤال اشتق القانون عادي، وهو بدوش شيء زي ما احنا شايفين. هسه هيك رح ناخذ امثله على هذا الحكي على اللايت بيهيفير ان سلاب، طلعنا انه كيف بفوت من سلاب وبيطلع من سلاب، بكون الزاويه اللي فات فيها نفس الزاويه اللي خرج فيها، وكمان لنعرف عن الديفيشن هذا قديش الزاويه الانجل اوف ديفيشن الفا والديفيشن قديش. خلينا ناخذ اسئله. خلينا نشوف السؤال هذا. السؤال هذا بده ايش؟ بده قيمة دي بالاعتماد على المعلومات الموجودة في الرسم. شو موجود عندك؟ اول شي عندك الثيكنس، وعندك ان، وعندك الاير. ان الاير بنفهم منه انه عبارة عن ان الاير واحد، وان الووتر موجود 1.33. طب ايش مستفيد كمان؟ عندك زاوية السقوط 35. طيب هسا بده دي، حكينا احنا بنعرف قانون دي اللي هو عبارة عن دي بده تساوي تي على كوساين ثيتا اثنين في ساين الالفا. الالفا اللي يمين ثيتا واحد ناقص ثيتا اثنين. طب ايش عندك المجهول في الموضوع؟ ثيتا واحد 35 زاوية السقوط، ثيتا اثنين زاوية الانكسار. عندك ثيتا اثنين هي المجهولة عشان نطلع دي. طب من وين نطلع ثيتا اثنين؟ عندك ان، عندك ان، وعندك زاوية سقوط، نطلعها من سنل لو. اذا قبل ما نستخدم قانون الدي نستخدم سنل لو عشان نطلع الان الثيتا اثنين. ان واحد ساين 35، خلينا نكتب طوالي، يساوي ان اثنين ساين الثيتا اثنين. صار عندك ساين الثيتا اثنين بده يساوي واحد على 1.33 ضرب ساين 35، منه ثيتا اثنين بده يساوي، خلنا نحط 1 على 1.33 ضرب ساين 35 بده يطلع معك 7.43. ساين الانفرس لهذا الحكي 25.5. درجة. إذن ليش طلعنا أول شيء ثلاثة اثنين؟ ليش استخدمنا قانون سنين بالأول؟ عشان نطلع ثلاثة اثنين، عشان السؤال عندك تي معلومة وثلاثة واحد معلومة، ثلاثة اثنين بدك إياها عشان نطلع دي في الأخير. فهسا نستخدم القانون، دي بده تساوي تي اللي هو اثنين في عشرة قوة سالب اثنين، دائما نحولها للمتر، في على كوساين 25.5 ضرب ساين 35 ناقص 25.5. طيب خلينا نطلعهم. هسا عندك ساين 35 ناقص 25.5 بده يطلع معك هذا الحكي. طيب بدك تضربه في اثنين وتقسمه على كوساين 25.5، راح يطلع معك دي بده يساوي 0.36 أو 37 سنتيمتر. إذا هذا كمية الانحراف
طلع معنا. طب نيجي على سؤال ثاني بفكرة ثانية، فكرة ثانية اللي هي فكرة شوي صعبة مش مباشرة. بحكي لك نفس الحكي، هون في عندك سلاب بثيكنس معين، حكي لك الثيكنس تبعها 2 سنتي، حكي لك الثيكنس 2 سنتي. حلو، صار عندك ايش؟ شعاع ساقط، عمود مقام، ساقط. هون الزاوية هاي عبارة عن 60 درجة، قال لك هون انكسر بعدين طلع لبر. هسه هون عندك حكالك هذا كان ممتد زي هيك، والمسافة من هون لهون عبارة عن 0.2 سنتيمتر. قال لك هذا ان يساوي 1.5، وهون ان يساوي 1. وجد لي ايش؟ بده ايجاد قيمة ثيتا 1 ثيتا 2، او لا هون ما حكى لك ان، بده قيمة ان، بده قيمة ان. كيف نحل هذا السؤال؟ بسيطة. اول اشي خلينا نكتب قانون الدي. دي هو عبارة عن تي على كوساين ثيتا 2 في ساين ثيتا 1 ناقص ثيتا 2. ثيتا 1 تقدر تطلعها بكل سهولة، ثيتا 1 هي عبارة عن 90 ناقص 60 اللي هي 30. طب ثيتا 2 كيف بدك تطلعها؟ عن طريق قانون سنيل. طب قانون سنيل هون عندك ان مجهولة، معلش هون بهاي الطريقة ما بنقدر نطلع ثيتا 2، بنقدر نطلع ساين ثيتا 2. فهون خلينا نطلع قانون سنيل، ان 1 ساين ثيتا 1 يساوي ان 2 اللي هو ان بساين ثيتا 2. عندك مجهولين خليهم هذول لحالهم. طلع هون ان 1 1 ساين 30.5، صار عندك ساين ثيتا 2 بده يساوي 1/2 ان. طلعناها بهذه الشكل، ساين ثيتا 2 بده يساوي 1/2 ان. طب هون ليش استفدنا فيها؟ ما استفدناش منها اشي. راح نرجع على القانون هذا ونحط الارقام. عندك هون تي، هون عندك دي اللي هو عبارة 0.2 × 10^2 بده يساوي هذه تي 2 × 10^2 على كوساين الثيتا 2 مجهولة. هسه هون الساين، عندك الساين عبارة عن 30 ناقص ثيتا 2. طيب هسه هون هذا نقدر نستخدم المطابقات اللي أخذناها في التوجيهي. عندك مطابقة بنسميها هاي ساين ساين الثيتا 1 ناقص الثيتا 2 مثلا، هو عبارة عن ساين الثيتا 1 في ساين في كوساين ثيتا 2 ناقص ساين ثيتا 2 في كوساين ثيتا 1، بالضبط زي هيك. وهاي راح نستخدمها هون. فصار عندك، خلينا نطلع هذا، يعني نقسم 2 على 0.2 فبيطلع عندك هون 10 بده يساوي، او 0.2 على 2 اللي هو 0.1 بده يساوي 0.1 بده يساوي 10^-2، مع 10^-2 راحوا. هسه هون عندك ايش؟ 1 على الكوساين، هذه ننفكها، صار عندك ساين 30 في كوساين ثيتا 2 ناقص ساين ثيتا 2
في كوساين إيش؟ 30 على مين؟ على كوساين الثيتا 2. 0.1 يساوي هسه هون بيناتهم مش على الطرح، نقدر نوزع البسط المقام على البسط، فصار عندك ساين، ساين 30 هو عبارة عن نص، صار عندك نص في كوساين ثيتا 2 على كوساين ثيتا 2 ناقص ساين كوساين 30 اللي هو جذر 3 على 2، بس نقدر نطلعه بالآلة حسب 0.87. 0.87 في ساين ثيتا 2 على مين؟ على كوساين ثيتا 2. طيب خلينا نكمل اللي طلعناه بالأخير اللي هو 0.1 يساوي نص كوساين ثيتا 2 على كوساين ثيتا 2 ناقص 0.87 ساين ثيتا 2 على كوساين ثيتا 2. طيب هون ايش نقدر نطلع؟ كوساين ثيتا 2 مع كوساين ثيتا 2 راحت، ضل عندك نص، عندك 0.1 يساوي نص ناقص 0.87 تان ثيتا 2، لانه ساين على الكوساين هو تان ظل، فبنقول النص لهناك راح يطلع معك سالب 0.1 ناقص نص اللي هو سالب 0.4، بده يساوي سالب 0.87 تان الثيتا 2، بنقسم على 0.87 بالسالب على 0.87 في السالب، فبيطلع عندك تان ثيتا 2 بده يساوي 0.4546. طب احنا بدنا ثيتا 2 ما بدنا تان، فمن هون نقدر نطلع اللي هو عبارة عن ثيتا 2 بده يساوي تان انفرس. طلع معنا هذا عبارة عن 24.7. طلعنا الزاوية، طلعنا الزاوية. هسا ايش بنقدر نطلع؟ بنقدر نطلع الواحد على ان، بحيث انه ساين الزاوية نفسها 24.7 بده يساوي واحد على 2 ان من قانون سنيل، فمنه ان بده يساوي واحد على 2 الساين الزاوية نفسها، ان بده يساوي هس ناخد الساين الها ونضربه في نص، نحط واحد على ونضربه في ايش؟ في نص، راح يطلع معك 1.2 تقريبا، اذا معامل الانكسار طلع معنا 1.2. اذا فهمنا ايش سوينا. اول اشي شو اختلف هذا السؤال عن السؤال قبله؟ انه ما اعطاك ثيتا 1 ما اعطاك ثيتا 2 وما اعطاك ايش؟ ما اعطاك ان. الفكرة انه في مجهولين بدك تطلع منهم مجهول واحد اللي هو الان. كيف؟ احنا استخدمنا اول اشي القانون عشان نعرف شو المجهول عندنا. مجهول عندنا ثيتا 2 ومجهول عندنا الان، طبعا الان مش موجودة، الان بدنا اياها. طيب ثيتا 1 طلعناها، هسه هون نستخدم قانون سنيل عشان ناخد علاقة بين ثيتا 2 والان. اخذنا علاقة بين ثيتا 2 والان، رجعنا للقانون دي هذا عشان مين؟ عشان نطلع مقدار ثيتا 2. كيف طلعنا مقدار ثيتا 2؟ لانه عندك مجهول واحد اللي هو ثيتا 2، وعندك هاي معلومة وهي معلومة، فمجهول واحد طبعا بدك مجهول واحد وبدك معادلة واحدة. طلعنا عن طريق هون استخدمنا المتطابقة اللي هو ثيتا 1 ناقص ثيتا 2 بساوي ساين ثيتا 1 في كوساين ثيتا 2 ناقص ساين ثيتا 2 في كوساين ثيتا 1، وبعدين حطيناها فرطناها هون، وزعنا الكوساين ثيتا 2 للطرفين لهون ولهون، وشطبنا الأخير هون، شطبنا الكوساين ثيتا 2 مع كوساين ثيتا 2. ايش سوينا بعدها؟ بعدها ايش سوينا هون؟
نقلنا النص لهناك صارت 0.4، ونقلنا وقسمنا على 0.87 في السالب، وطلعنا تان الثيتا 2. طبعا التان ثيتا 2 هو عبارة عن ساين ثيتا 2 على كوساين ثيتا 2. ليش سوينا هذا الحك كله؟ عشان نطلع ثيتا 2 لحالها. طالما طلعنا ثيتا 2 نقدر نطلع الساين تبعها، طالما طلعنا الساين تبعها نقدر نطلع الان تبعتها، تبعت هذا ونطلع الان، وهيك بكون خلص السؤال. هيك بكون خلص الدرس تاع اليوم. المرة الجاي بكون ناخد عن الهايجنز برينسيبل.